في العقود القليلة الماضية تحولت وتغيرت الأحياء جميعها في المدن الأوروبية، حيث تستضيف الشوارع التي كانت شاهداً على مئات السنين من التاريخ الأوروبي شعوباً وثقافات غير غربية بالتأكيد. فوجود النساء التي يغطين رؤوسهن بالأوشحة والرجال الذين يعتمرون القبعات ويطلقون اللحى منظراً شائعاً في الشوارع الآن. لكن ما الذي نعرفه عن جاليتنا الإسلامية التي تشكل 5% من المجموع الكلي للسكان في الاتحاد الأوروبي؟ تركز وسائل الإعلام في أغلب الأحيان على النصف الآخر من هذه المجموعة وهم النساء، وتصور المرأة على أنها ضحية مقهورة ومذعنة ويهيمن عليها الرجال. لكن هل هذا هو الحال؟ لقد التقينا بامرأتين عصريتين تناقض كلتاهما هذه الفكرة الشائعة، فإحداهما تتفهم الإسلام والأخرى تحيا حياة دنيوية. إن الطريقة التي تعيش بها المرأتين حياتهما تتناول ماهية الصورة المبسطة عن النساء المسلمات. إن إيطاليا تستضيف حوالي 270 ألفا من الجاليات من أصول مغربية، وفي مطلع هذا العام اجتمعت معا في اتحاد يضم 150 جمعية مختلفة. وأول رئيس للاتحاد هي امرأة معروفة في أوساط وسائل الإعلام الوطنية، وبالرغم من جدول أعمالها الحافل إلا أنها قامت بالترحيب بنا في مكان عملها، المكتب الإعلامي للمغربية. قالوا من يترشح لمنصب الرئيس، وذكر أحدهم اسمي وقام الجميع برفع أيديهم، ومن ثم قاموا جميعهم بالتصويت لي. اعتقدت أنه لن يكون ممكناً لأن معظمهم هم من الرجال، ولماذا يقومون باختياري؟ أدركت عندها أن الرجال يتعاطفون مع قضايا المرأة. وللمرة الأولى في بلجيكا تمت مكافأة العمل الجاد الذي قامت به امرأة أخرى بمنحها أغلبية الأصوات في الانتخابات الجديدة للمجلس الإسلامي، حيث تمثل هذه المؤسسة المسلمين في تعاملهم مع المؤسسات البلجيكية. رأيت أنه لا يوجد هناك ما يوضح ديننا ويبينه إلى الشعب البلجيكي. استمعت تساؤلات عن سبب قيام المسلمين بأمور معينة، غير أنهم لم يستطيعوا إيضاح طبيعة دينهم وتبيينها لأنهم لا يتحدثون اللغة الهولندية. وكذلك أنا ذاك كنت صغيرة جدا كي أعرف أمور ديني، وبالتالي أردت حل مشكلاتي الشخصية والقيام كذلك ببناء جسر بين الجالية الإسلامية والشعب البلجيكي، وفي الحقيقة أفضل تسميته بحبل الحوار. وهكذا ذهبت إلى تركيا للدراسة وخططت للعودة، فأنا لم أذهب إلى هناك بهدف الإقامة، وعدت بالفعل وأنا أقوم بالتدريس منذ 4 سنوات وأحاول حضور أمسية حوارية مع المسيحيين وأناس من ديانات أخرى. فقد خططت لهذا والأمر ناجح وأشعر بالسعادة حيال ذلك.